تفاصيل المنهج بتاعنا. في البداية هنتكلم عن تعريف فلسفة البيئة. ما المقصود بفلسفة البيئة؟ بنقول هنا فلسفة البيئة هي تعد فرع من فروع الفلسفة التطبيقية التي تهتم بدراسة البيئة ومشكلاتها التي نتجت عن التقدم العلمي والتكنولوجي الذي هدد البيئة الطبيعية لحياة الكائنات الحية ومنها أو وعلى رأسها الإنسان. يبقى أستاذ عطية، ده تعريف الفلسفة البيئية، بنقول إنها فرع من فروع الفلسفة التطبيقية التي تهتم بدراسة البيئة ومشكلاتها، وبالتالي المشكلات دي نتجت عن التقدم العلمي والتكنولوجي. طيب، نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي أكيد هناك مجموعة من المخاطر التي هددت البيئة اللي احنا شفناها في الفيديو اللي فات. طب المخاطر دي، يا ترى موقف العلماء من هذه المخاطر كان إيه؟ وطبعا هنا بنأكد على فكرة إن الفيلسوف ليه دور في الواقع والمجتمع اللي هو عايش فيه، فهنا بنجد الفلاسفة كان ليهم رد فعل تجاه هذه التهديدات اللي بتهدد الواقع، بتهدد الطبيعة، بتهدد كل الكائنات، بتهدد الإنسان كمان. في عندنا ثلاث مطالب بيقدمهم الفلاسفة، الثلاثة عشان حضرتك تقدر تحفظهم بشكل مبسط: إقامة احترام احترام، تاني إقامة التوازن ما بين مطالب الإنسان في السعي للسيطرة على البيئة ومحاولة الاستفادة القصوى من الموارد، احترام حقوق جميع الكائنات اللي موجودة في الطبيعة، النباتات والحيوانات والبشر، سواء بشر اللي عايشين دلوقتي أو احترام حقوق الأجيال المقبلة. بس هنا بقى يا أستاذ علي، يعني أنا كنت عايز أستفهم من حضرتك، يعني إيه إقامة التوازن؟ ايه المقصود يعني؟ هو دي المطالب اللي حضرتك قلتها، اللي هي دي مطالب او دعوات الفلاسفه نتيجه التهديد العلمي للبيئه. اول مطلب زي ما حضرتك قلت اللي هو اقامه التوازن بين الحاجات المتزايده او المطالب المتزايده والاستفاده القصوى من الموارد. لو حبينا ندي مثال بسيط قوي في الحته دي، هنقول للطالب اللي قاعد قدامنا: انت يا حبيبي بتاخد مصروف من بابا، باباك كان بيديك مصروف نفترض مثلا 5 جنيه وانت في ثالثه اعدادي. طب انت النهارده بقيت في ثالثه ثانوي، بابا مش هينفع بقى 5 جنيه والحكايه، وبقى ليا مطالب كتير مطالب متزايده. مطالب متزايده. فبابا هيقول له: بس خلي بالك، لو انا هزودك المصروف بتاعك لازم تحطه في مكانه السليم. يبقى هنا بنراعي اول نقطه اقامه التوازن بين المطالب المتزايده والاستفاده القصوى من الموارد. الموارد هنا عزيز الطالب اللي هو المصروف بتاعك، هتستفيد منه يعني تصرفه في الاماكن المخصصه له. ده النقطه الاولى، هي اقامه التوازن ما بين مطالب الانسان المتزايده والمتناميه في السيطره على الطبيعه والاستغلال، يعني معنى كده الانسان ما يهدرش في الموارد. بقى ما فيش تهدير في الموارد، لان ده زي النقطه اللي جايه. ايوه، ما انا كنت عايز اسال النقطه اللي جايه، انت لو هدرت في الموارد يبقى انت بتغفل، بتطنش حقوق الاجيال القادمه. فيبقى معنى الكلام ده ها ضرورة احترام حقوق الأجيال المقبلة أو الأجيال القادمة. يعني حضرتك بالنسبة لحقل الغاز الطبيعي اللي هم اكتشفوه في البحر المتوسط أكبر الحقول الموجودة، وده يخصنا احنا، مش مفروض احنا بقى نعيش وننتعش وكلنا يعني ده احنا نشرب غاز؟ مش نشرب غاز، بس ما تنساش ان في احفادنا وفي احفاد احفادنا، لو احنا شربنا الغاز زي ما حضرتك بتقول يبقى هنخلص الغاز، يبقى معنى الكلام ده احفادنا هيدوا علينا. وهنا نفتكر حاجة، بس خلوها مفاجأة، فاصل قصير ومع فيلم حجم المخاطر الذي يهدد البيئة. برعاية جريدة أخبار التعليم، أول جريدة متخصصة في شؤون التعليم.